استعدادا للانطلاقة. فتحت البوابات على بركة الله لأعمار السنتين المهرات إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح في هذه الأمسية، تبدأ راسلة من المسار الخارجي مع أيضا صورة هاشم ونور الجوهرة، وكذلك تبدأ الآن الفخمة وسحاب الجود. إذا راسلة تتزعم الطليعة إلى المركز الأول، والفخمة تأتي في المرتبة الثانية، وسحاب الجود ثالثا مع أيضا بنت زارة تأتي في المرتبة الثانية والثالثة، والتقدم الآن من قبل صورة هاشم في المرتبة الرابعة. هل تواصل راسلة؟ هل تواصل؟ وكذلك ود أصايل تأتي في المرتبة الأولى، تتزعم الطليعة وتقاسمها مع ود أصايل، وتأتي صورة هاشم ابنة الفحل ووردلي المنطلقة من البوابة الثانية، ولكن راسلة في الشعر الأبيض تتقدم تتقدم شيئا فشيئا كميليوس بينا يدفعها أولا، وصورة هاشم قادمة مع أيضا راسلة، مهرات مميزة أمهات المستقبل، والدخول أيضا من قبل بقية الأسماء. أشاهد الآن النافجة، ولكن راسلة راسلة تواصل، راسلة تواصل مع أمل خالدة، أمل خالدة، أمل على خط النهاية، أمل يحدو، أمل خالد، تدريبات عبد المحسن الطخيم، أمل خالد على خط النهاية.